أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المواجهة. الدكتور حمد الحمادي الكاتب والروائي الإماراتي ضيف حلقة المواجهة هذا الأسبوع. حياك الله دكتور. مرحبا. يعني خليني أنا صراحة في البداية أشير إلى أنه في تشكل جديد داخل الحركة الأدبية والثقافية الإماراتية، ممكن في الخليج بشكل عام. يعني ممكن احنا ظلينا إلى فترة والنجوم أو اللي حاضرين في المشهد الإبداعي الروائي، خلينا نقول هم ممن ينتمون إلى جيل يعني أصغرهم سناً أو كتجربة من جيل الثمانينات والتسعينات. ليش تشوف هذا التحول سواء إماراتياً أو خليجياً في الوقت اللي الأجيال الجديدة تنصرف إلى ممارسات أو إنتاج بعيد عن الإنتاج القائم على اللغة، على الآداب، على وش اللي قاعد يصير وينتج هذه الأصوات الجديدة وهذه التجارب الجديدة؟ بشكل عام في دول الخليج أنا أعتقد أن السبب الأبرز لانتشار أو لزيادة عدد الكتاب حاليا انتشار دور النشر. لو نرجع مثل ما أنت قلت سابقا إلى يعني 10 سنين قبل أو 20 سنة، كان عدد دور النشر قليل جدا في دول الخليج. كانوا كثير من الكتاب يتجهون إلى دور نشر قليلة موجودة في لبنان أو مصر. كان الكثير من الكتاب حتى ينشرون كتبهم وأعمالهم الأدبية كان يجب عليهم دفع مبالغ نقدية وتحمل تكاليف طباعة هذا الكتاب وتوزيعه. هذا الأمر صار محدود جدا حاليا بسبب انتشار دور النشر، وبسبب أيضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني بين قوسين أقدر أقول أنها جعلت من لديه الرغبة البسيطة لأن يصبح كاتبا أن يصبح كاتبا وينتشر انتشار واسع بغض النظر عن المستوى المطروح. طيب، داخل التجربة الإماراتية وخلينا بعيدا عن الأسباب اللوجستية، يعني ما يتعلق بالوسائل ودور النشر هذه ممكن نوصفها بالأسباب اللوجستية، لكن السبب الثقافي يعني شكل الحراك الثقافي اللي ساهم في إنتاج أجيال جديدة تنتج داخل المجال الأدبي وبشكل جديد وبشكل ملفت وبشكل خلني أقول لك ربما بعيد حتى عن يعني الأنماط السائدة في الكتابة عند الجيل السابق. الأنشطة الثقافية بشكل عام يعني كل شيء نقارنه بالسنوات اللي طافت، مثل ما ذكرنا دور النشر وانتشارها، نذكر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. الأنشطة الثقافية في دول الخليج متركزة أساسا يعني موجهة للشباب بشكل كبير. هذا الأمر أدى إلى التأثير على الشباب والتأثير على أصحاب المواهب لتنمية مواهبهم لإبرازها على السطح من خلال نشر الروايات والأعمال الإبداعية بشكل عام. نظرة أخرى أيضا تجعلنا نركز على الإعلام. الإعلام كان له دور كبير جدا في تحفيز الشباب على الدخول في عالم الكتابة، هذا الإعلام التقليدي، فما بالك بالإعلام أيضا الاجتماعي، الإعلام المعاصر اللي صار له دور كبير في التشجيع على الثقافة، في التشجيع على الكتابة، وأيضا في التشجيع على النشر. فصرنا نشوف يمكن وسائل التواصل الاجتماعي قامت تقوم بدور الموزع والناشر بشكل كبير. حتى بعض الشباب قاموا ينشرون أعمالهم إلكترونياً، يبتعدون عن النشر المطبوع. طيب، بس الحين بالإضافة لكون هذه الوسائل ساهمت في هذا الظهور، بس ما تشوف أنها تسببت في حالة استسهال شوي للكتابة؟ يعني ظهرت مجموعة من الأعمال، ما حقول لك أنها لا تلتزم بالقواعد، لأنه أنا في تصوري أنه ما في قواعد ثابتة في الأعمال الإبداعية ولا ما تصير إبداع، لكن إنها يعني صراحة فيها مستوى بسيط، بساطة متناهية في اللغة، بساطة متناهية في الأسلوب، أقرب ما تكون للخواطر. ملاحظ هل تشوف هذا؟ هذا الأمر يمكن منتشر بشكل كبير، لكن يمكن في صعوبة في التحكم فيه. يعني في النهاية الكاتب لما يطرح كتابة إبداعية توجه للرقابة، الرقابة عليها معايير معينة، عندها معايير معينة تعدي الإبداع أو ترفضه، لكن ما أعتقد أن من ضمن هذه المعايير جودة المنتج. هذا الأمر متروك لدور النشر، كل دار نشر لها لجنة قراءة
وأيضا متروك للكاتب نفسه لمعارفه أو الثقات من الأشخاص اللي يعرفهم اللي يطلعون على الإنتاج الأدبي قبل النشر. لكن خلنا نقول إن المسألة صارت بشكل كبير مسألة تسويقية، يعني بعض دور النشر قامت تنشر أي كتابات خاصة إذا أتت من شخص مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء نشوفه في معارض الكتب، ونشوفه في الكتب الأكثر مبيعاً في المكتبات، ونشوفه في الكتب الأكثر انتشاراً في وسائل التواصل الاجتماعي. صارت شهرة الكاتب تطغى على إبداعه وعلى جودة المحتوى، يعني بالضبط. صار ما عنده جودة المحتوى. طيب بس هذا التحول أتصور خطير شوي يعني، ولا تحول خطير؟ لكن يعني أنا أعتقد أن حاليا نوعا ما يكون تحول مرحلي، لأن الكتابة يعني القوية أو الكتب القوية راح تبقى راح تستمر، لكن الكتب السريعة مثل الأطعمة السريعة، يعني تحضر سريعا وتختفي سريعا. طيب كأن الجانب الكبير من هذا الانتاج اللي تفضلت عنه أكثر موجود صراحة في الرواية، صح؟ تقريبا يعني قليل من رايح للشعر، لأنه الشعر في مجموعة من القواعد اللي يعني لا ما راح يسلمون أيضا، يعني إذا حد تجرأ ويطاول على الشعر ما راح يسلم من الشعراء البقية. أي طيب ليش هذا يعني موجود في الرواية أكثر من الشعر؟ لأن الشعر يعني بطبيعة مع أن الرواية ليست سهلة، ليست عملية سهلة. نعم ليست سهلة، لكن الشعر في لا أحكام صارمة جدا مثل الوزن والقافية، مش ضليع في موضوع الشعر لكن له يعني معايير صارمة جدا. الرواية نوعا ما معاييرها خفيفة، صار يعني صار أي نوع من الكتابة ممكن أن يعني يحول إلى رواية. على الجانب الآخر صار هناك نوعا من التلاعب في من بعض دور النشر، يعني ياما شفنا معارض الكتب روايات مختومة بمسمى رواية لكن تفتحها تفاجأ أنها قصص قصيرة أو مذكرات شخصية أو يعني خواطر مثلا، بس لأنهم يشوفون أن الرواية هي الأكثر رواجا والأكثر مبيعا فيختمونها بختم الرواية، لكن بطبيعة الحال لا يوجد رقيب يمنحهم من هذا الأمر يعني. طيب موضوع الرقابة وخاصة في بلدان مثل بلدان الخليجية يعني، وبالتأكيد أنك لو جلست مع من ينتمون إلى خلنا نقول جيل الثمانينات جيل التسعينات ستجدهم يتحدثون عن أشكال كانت قائمة للرقابة أنت يمكن ما تتصورها الآن. بالنسبة لكم كجيل جديد من الكتاب من الروائيين، وشون يعني وشون تشوفون ذلك التاريخ فيما يتعلق بالكتاب في المنطقة في وتحديدا في جزئية الرقابة، القصص اللي كنا نسمعها يعني الصفحة اللي تنشق الصفحة اللي تنشال الصفحة اللي يعني كان يمكن كان تاريخ صارم جدير بالاحترام إذا بنقول بين قوسين. أنا أعتقد أن جزء كبير من الرقابة اللي يعني نفكر فيها هو جزء وهمي. هناك الكثير يعني من الأمور اللي الكاتب أو بعض الكتاب يعتبرون ممنوع التطرق إليها، ممنوع ذكر بعض المسميات، ممنوع التطرق لبعض الأحداث، كلها تكون أمور وهمية، ما في شيء مكتوب في الجهة المسؤولة عن الرقابة تمنع ذكر مثل هذه الأمور. فأعتقد أن في الفترات السابقة الكثير من الإبداعات اختزلت من الكتاب أنفسهم قبل توجيه للرقابة بحكم اعتقادهم أن مثل هذه الأمور خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. في الوقت الحالي يعني الرقابة ما زالت موجودة، لكن أعتقد أن بشكل عام في دول الخليج هناك انفتاح أكبر على تخفيف مثل ما نقول الخطوط الممنوعة في روائيا أو في الكتابة بشكل عام. العالم حاليا صار مفتوح، يعني أنا ما أيد شخصيا منع كتاب مثلا، الكتاب الممنوع بالعكس يلقى رواجا أكبر، وممكن يستورد من أي دولة أخرى، ممكن يبعث أونلاين وممكن تحصله بطريقة سهلة جدا. فلو نركز على التوعية أكثر من تركيزنا على الرقابة أعتقد أن التأثير يكون بشكل أكبر. طيب أيضا في هذا يعني الإطار وإن كان من زاوية ثانية، يمكن بالنسبة لنا كلنا كجيل لما
بدأت علاقتنا بالكتابة كان في الأذهان وفي الواقع ما يمكن تسميته بالعواصم التقليدية للثقافة العربية، القاهرة، بيروت، دمشق يعني. وانتشرت في البداية إلى الدور اللي كانت تقوم في دور النشر. بالآن هل هذا الجيل الواصل حديثا لعالم الكتابة ولعالم الرواية والأدب لازال يشوف الصورة بهذا الشكل، أنه في ما يمكن تسميته بالعواصم التقليدية للثقافة، ولا هذه الريادة انتزعت وخرجت من تلك العواصم وجاءت لعواصم جديدة؟ وما الذي يمنع؟ أنا ما بقول إنها انتزعت، لكن نقدر نقول إنها يعني توزعت على بقية يعني العواصم أو المدن. حاليا الأنشطة الثقافية المرتبطة بالكتابة وبالكتاب، معارض الكتب والفعاليات الأخرى والمهرجانات الخاصة بالقراءة والثقافة والكتابة موزعة بشكل كبير. يعني في دول الخليج مثلا في الفترة الأخيرة صار عندنا يعني مثل ما نقول تقويم سنوي ثابت وثري بالفعاليات الثقافية. هذا الأمر جعل الكتاب في دول الخليج يعني يركزون على منطقتهم بشكل أكبر. يمكن العواصم الثقافية التقليدية كان لها دور في وقت كانت فيه إمكانيات جدا محدودة للانتشار. كان الكاتب في أيامها يعني أمنيته أن كتابه ينشر مثلا في القاهرة أو في لبنان. حاليا يعني مع الوسائل التكنولوجية ومع جهود دور النشر الخليجية والانتشار الكبير يعني للكتب صار الأمر يعني هامشي نوعا ما. الانتشار موجود إلكترونيا وموجود يعني ورقيا، والأنشطة يعني بشكل كبير منتشرة في معظم الدول والمدن. طيب أنا ودي أدخل إلى التجربة الخاصة بك دكتور، بس بعد هذا الفاصل. من جديد حياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من المواجهة، الدكتور حامد الحمادي. رمضان الماضي لم يكن شهرا عاديا بالنسبة للدراما الإماراتية. استقبل هذا العمل رواية، مع أنه ترى مش كثير الأعمال الدرامية اللي قادمة من أعمال روائية. بس قبل المسلسل يعني إذا كنا نتحدث عن أنه النص الأساسي اللي قام عليه المسلسل هو هذه الرواية ريتاج الرواية رقم كم في مسيرتك الكتابية؟ روايتي الأولى، هذه الأولى. نعم. لكنها، والبعض يشوف دكتور أنه العمل الروائي حينما يقوم ليجسد حدثا واقعيا ربما أنه يفقد شيء من الجماليات، من شغله على الجماليات ويركز على الجانب التوثيقي. تنتظر رأيي عن هذا الموضوع؟ أول شيء أبدأ ليش كتبت هذه الرواية عشان نوصل لإجابة سؤالك. قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات قضية سياسية مهمة تم الحكم فيها في 2013 في يوليو. فمن خلال اطلاعي على يعني تفاعل الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي شفت أن هناك نقص في التوعية في هذا الجانب. يعني أذكر يوم صدور الحكم كانت هناك ردود يعني متفاوتة عن الحكم، كانت هناك بعض الردود العاطفية، كانت هناك ردود مسيرة من الخارج من بعض الأشخاص الهاربين من هذا التنظيم. ففكرت في هذا السبب، يعني سألت عن الأسباب اللي أدت إلى هذا الموضوع. شفت أن الشباب يعني مو بشرط أنهم يكونوا مطلعين على الإعلام الرسمي. الجهات الرسمية قامت بعمل برامج توثيقية، أخبار رسمية نشرت في الصحف الرسمية وقضائية بالضبط. فهذه الأمور أو هذه المصادر مو بكل الشباب يطلعون عليها، واللي يطلعون عليها يعني عددهم بسيط ويطلعون عليها يعني يمرون عليها مرور الكرام. فقلت بشكل عام أي قضية سواء كانت سياسية اجتماعية الدولة تحب أن توجهها للشباب المفروض أن تتبع وسائل اتصال مختلفة، وسائل اتصال الإعلام الرسمي، الإعلام الاجتماعي. فقلت ليش ما نوصل بالرواية، رواية لها رواج يعني معين بالنسبة للشباب،
ممكن أنك أنت توصل بالقضية للشباب بطريقة يعني غير توثيقية. لهذا في العمل الروائي أنا كتبته بطريقة يعني روائية بحكم أنه رواية وليس كتاب توثيقي للأحداث. هناك الكثير من الكتب التوثيقية لكن الشباب من غير المختصين في هذا المجال يمكن ما يطلعون عليها. نصل إلى مسمى الرواية، كان ممكن أسميها رواية خيانة وطن أو التنظيم السري للإخوان المسلمين، عنوان شبيه بالكتب التوثيقية. ما راح تلقى يعني في ناس راح يمتنعون عن أخذها لأنهم مبتعدين نوعا ما عن الأمور السياسية. لا، وحيكون عنوان شو اسمه توثيقي زي ما تفضلت. لهذا كان الاسم يعني اجتماعي. الشباب اللي خذوا الرواية يمكن من البداية كان يهيئ لهم أنها رواية يعني اجتماعية بحتة، هي اجتماعية لكن يعني مفعمة بالسياسة. أول فصلين راح يحسونها رواية اجتماعية عن مجتمع الإمارات بشكل عام، لكن تدريجيا يدخلون في صميم القضية. من خلال الرواية وثقت الكثير من التواريخ للأحداث الأساسية في هذه القضية، لكن كان توثيق بناء على بنية وحبكة القصة، مش توثيق يعني ذكر التاريخ والحدث والدخول في يعني أمور مثل ما نقول رسمية جدا أو تليق بالإعلام الرسمي أو الإخباري بشكل عام، بعيدا عن الرواية. الرواية رواية لكنها يعني لها لمسات تغطي بعض الأحداث الحقيقية التي حصلت في دولة الإمارات. طيب، يعني التفاصيل الداخلية، الأشخاص، البيت اللي في الأردن، 5%، والطريقة، التنظيم، الحين هل ما جاء في الرواية كان معلومات زي اللي موجود في محاضر التحقيق، ولا أنت اشتغلتها روائيا، أنت اللي فصلتها روائيا؟ أنت حين تسألني عن مصادري. أي طبعا، خليها على صوب المصادر. الرواية خذت يعني معلومات تم إثباتها سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى تاريخيا. بس في معلومات ما نشرت، في معلومات جبتها أنت. في معلومات تستسقى من مصادر مختلفة، يعني أحيانا إحنا نتكلم عن أكثر من 90 متهم في هذه القضية، أكثر من 90 عائلة، مئات الأشخاص في المجتمع لهم نوعا ما علاقة في هذه القضية، سواء كانوا أقاربهم أو معارفهم، أصدقائهم، زملائهم في العمل. كم أخذت الرواية وقت؟ تقريبا يعني في حدود 7 إلى 8 أشهر. لكن هنا نتكلم نحن عن الكتابة، ما نتكلم عن موضوع يعني حبكة الرواية والتفكير فيها ووضع يعني الهيكل الأساسي للرواية، عمل البحث التقديم للرواية، المعلومات بشكل عام. فهذه يعني تأخذ جهود يعني كبيرة. أي أنا ليش سألتك عن الوقت؟ لأنه يعني في شغل استقصائي، في بحث سبق أكثر يعني مسمى البحث، أفضل مسمى البحث استقصائي شوية. طيب، لكن فعلاً في بحث وفي سعي للحصول على معلومات. طيب، هنا أنا برجع للتحدي الأول، كيف ممكن توازن بين هذا الكم الهائل من المعلومات وبين الحفاظ على أنها يتم إخراجها في قالب روائي؟ أهم شيء يعني بالنسبة لي أعتقد موضوع السرد والحبكة، أنها تكون متلائمة مع الطريقة الروائية. أخرج يعني بعيدا عن موضوع توثيق الحدث توثيق مفصل، أحاول أني أدخله من بين القصة. بنذكر مثال على سبيل يعني التوضيح، تكلمنا في الرواية وأيضا شاهدنا في المسلسل عن قضية سيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على التعليم أو البعثات التعليمية في الثمانينات في الإمارات. هذا حدث، وفي قصة كيف اكتشف هذا الموضوع، أن في حد كان متفوق جامعيا قدم على البعثات وتم رفضه بحكم أنه سيطر على لجنة البعثات آنذاك، كانت يعني عن طريق هذا التنظيم. هذا الحدث يعني موثق تاريخيا، لكنه في القصة يعني ذكر التاريخ في الثمانينات. الحدث كان جزء من حبكة الرواية،
نتكلم عن شخصية موجودة اللي هي يعني ابن عم ابن عمة أو ابن خالة ريتاج، تعرض لهذا الموقف، لهذا هو حاقد على الجماعة، لهذا هو يحارب زوجته، لهذا هو يبحث عنها، ولهذا هو يعني مشى مع القصة كلها، لأن هذا السبب وجد قبل 20 سنة في حياته. ما ذكرت أنه حدث في عام 1985 أن هناك كانت جماعة تسيطر على يعني مش كطريقة توثيقية في الكتاب، هذه معلومة مذكورة في الكتب التوثيقية لكنها مش موجودة من ضمن قصة تسرد أو رواية تسرد. بالله يا دكتور، كيف يعني الآن الشباب الإماراتي مثلا، يعني خلنا نقول مثلا في المملكة، في الكويت، في بعض بلدان الخليج، هذه التجربة مألوفة بالنسبة لنا، وجود تغلغل لبعض الجماعات في بعض الجهات أيضا يعني مألوف ومشاع ويومي. الآن بالنسبة للشباب الإماراتي لما يفكر في الثمانينات، أنه كان زي ما تفضلت كان هناك الجهة المسيطرة على أو اللي مسؤولة عن البعثات كانت أو الأفراد المؤثرين فيها كانوا تابعين التنظيم. نعم. يعني وشلون يشوف الشاب الإماراتي تلك المرحلة؟ كيف يشوف أنهم اطلعوا منها؟ كيف يشوف أنه لا سمح الله لو ما اطلعوا؟ أنا أعتقد أن يعني المعلومات اللي سردت في الرواية وفي المسلسل والتعقيبات اللي صارت في وسائل التواصل الاجتماعي يعني ساهمت بشكل كبير في فتح أذهان الشباب. كثير من الشباب يعني الأجيال الحالية اللي موجودين حاليا في الجامعة ما عاصروا الفترات السابقة، ما عندهم أي فكر عن هذا الموضوع، فالأمر خلق يعني توعية كبيرة للمجتمع بكافة أفراده سواء كانوا أطفال شباب، وأيضا موضوع كبار السن اللي يعني نوعا ما تغلبهم العاطفة أكثر من التفكير يعني بالأمور أو بالقضية اللي صارت، لماذا حكم على هؤلاء الأشخاص، والأمر أبسط مما هو يعني واضح. فالمسلسل والرواية حققوا يعني نوعا ما فتحوا الباب يعني بشكل كبير على إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة بطريقة سهلة لأذهان أفراد المجتمع. لا، وأنا اللي أتصور أيضا خاصة ما قبل العام 2011 ربما كانت حالة الاستتار عند الجماعات الحركية وتحديد جماعة الإخوان المسلمين، ربما كانت حالة الاستتار واضحة. بعد اللي صار بمصر أنا أتصور أنه هذا اللي صنع وعي لدى مجتمعات الخليج بأنه إحنا نتحدث عن خطر، يعني الموضوع ليس استعداءً، ولا السعودية تبالغ، ولا الإمارات تبالغ، ولا البحرين تبالغ، لا نحن نتحدث عن خطر حقيقي. نعم. أنا أي. نعم. بشكل عام يعني ثورات الربيع العربي يعني كانت مؤثرة جدا، أثرت على الشباب بشكل عام، وأعتقد أنه مش بس أثرت على المجتمع، أثرت أيضا على يعني أنا ما بتكلم مش متخصص أو خبير سياسي في هذا الموضوع، لكن بتكلم عن رؤيتي ككتابة. نعم. روائية أنها أثرت على الجماعة يعني للعمل لتطوير أنشطتها بشكل أكبر، يمكن كانت فرصة بالنسبة لهم، لكن أعتقد أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في دول الخليج بشكل عام كانت يعني واعية لمثل هذه الأمور. واللي أتصوره أنا هي القضية، قضية التسعين هذول اللي في التنظيم، هذه كانت بعد أحداث الربيع العربي تقريبا التوقيت. نعم، في نهاية 2012 وتم الحكم في 2013. هي هذه الفترة اللي فترة يعني الثورات، الانهيار اللي صار، وبدأت أو المفروض أنه كانت الثورات هذه ثورات الشباب وشباب الميادين وشباب الفيسبوك انتهت الثورات، وإذا بالجيل الموجود على المنصات اللي طلع يحكم، جيل أصغرهم ما له علاقة أصلاً بالجيل اللي في الميدان ويحمل خطاب وانتماءات ولاءات غير وطنية ويحمل أداء، أنا أتصور أنه أكبر من ساهم في التأليب الحقيقي على الإخوان المسلمين هو الإخوان المسلمون نفسهم. التصرفات بشكل عام يعني أنا كفرت في المجتمع أشوف يعني التصرفات اللي صارت، الأحداث اللي يعني كانوا وراها
بعض الأحداث التاريخية. أنت ذكرت أن موضوع من 2011 هذا 2011 أو 2012 نتكلم عن القبض على هذه القيادات، لكن هناك أحداث كثيرة موثقة في الكتب التوثيقية اللي يعني الكثير من الشباب يمكن ما يقرونها، تسلسل الرواية مثلا، وفي المسلسل اتطرقنا إلى أحداث حدثت سنة 73 مثلا، اللي هو كان 1970 اللي هو كان أول اجتماع لقيادات التنظيم في دول الخليج، كان خلال موسم الحج سنة 73 ما يسمى بحج الهضيبي. يمكن هنا احنا تكلمنا عن يعني ربط هذا الموضوع تاريخيا بمسمى حتى بطلة الرواية، على أساس أن أبوها كان حاضر هذا الحدث وهذا الاجتماع في الحج، فسماها على اسم باب الكعبة الرتاج. طيب ايوه، الحين الحدث الأول اللي الرواية تنطلق منه اللي هو هذا اللي صار في 73، الحدث الأول اللي يتكلم يعني الرواية تبدأ في 2009 لكن في فلاش باك على أحداث سابقة في الثمانينات وفي السبعينات مثل هذا الحدث اللي طرقنا به قبل شوي. طيب بعد اللي صار في 73 مثلا من خلال الرصد الروائي، متى بدأت الجماعة تتشكل أو يصير لها، أو خلني أقول متى يمكن القول أنه أصبح في جناح لحركة الإخوان المسلمين في الإمارات؟ زي. إذا أنا كاتب كتاب توثيقي ممكن أتطرق إلى هذه الإجابة. لا لا لا، أنا أحتاج هذا الشق المعلوماتي اللي بناء عليه بنية الرواية. أكيد يعني إحنا تكلمنا من بداية السبعينات في عن جمعيات الإصلاح في دولة الإمارات، كان لها دور كبير، الكل يعرف في مجتمع الإمارات أن يعني بعض الجمعيات تم إغلاقها بالنسبة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. يمكن اللي صار في 2012 كان هو مثل ما نقول القمة في أنشطتهم مما استدعى تدخل أمني وتحويلهم إلى المحاكمات. فالرواية تمشي مثل ما أنت ذكرت، يعني تتطرق إلى الأحداث من بدايتها لكن بطريقة بعيدا عن التوثيق الحرفي للأحداث، ماشيين بسرد كقصة عادية مشت أسرة تعرضت إلى يعني مواقف معينة من الجماعة، بعض أفرادها منتمين إلى الجماعة كان لهم يعني مواقف مختلفة إلى حين القبض عليهم في 2012. إيش أبرز ردود الفعل اللي شفتها على الرواية في وسط جيلك؟ نوعا ما كان هناك، أذكر أول ما أصدرت الرواية كان هناك نوعا ما عدم تقبل لوجود رواية سياسية، بحكم أن الشخص لما يقرأ رواية يعني أساساً يعني نيته أنه يستمتع بالقراءة بالأحداث، يعيش قصة، فغالباً يعني الشباب يبتعدون نوعاً ما أن هذه القصة تكون مرتبطة بالسياسة. وفي دول الخليج بشكل عام يعني مسمى السياسة نوعا ما في دول الخليج وفي مجتمعات الخليج هو مسمى نوعا ما الواحد يتحاشى يدخل فيه، حركي بشكل كبير. يعني حتى من ضمن الجمل الرائجة أعتقد في كل دول الخليج يقولون لك مثلا هذا يحيى خليك بعيد عنه يتكلم في السياسة، مع أن السياسة علم ودراسة والكل صار متعايش فيها والكل لازم يكون له فهم ووعي بما يجري سياسيا حتى يعيش اجتماعيا بشكل أكبر. طيب نبي نكمل في أجواء الرواية وأجواء تحويلها لعمل تلفزيوني، بس خلي الشباب يأخذون فاصل. تفضل. جديد حياكم الله، دكتور حماد الحمادي ضيف حلقتها الأسبوع المواجه. الآن أنت تقول لي قبل فاصل ما في قبول أصلاً لفكرة أنه تصير رواية سياسية، وأنا أتصور أنها نوعاً ما في الإمارات تعتبر يعني من التجارب الجديدة هذه، ولا لا؟ نعم. طيب هل هذا كان مؤثراً في عملية استقبالها في قبولها يعني؟ للوهلة الأولى يمكن، لكن الترويج لها على أنها رواية اجتماعية سياسية كان هو الحل، يمكن نقول الحل الوسط.
لتحفيز الشباب انهم يطلعون على هذه النوعيه من الروايات. ورقابيا رقابيا فكرت طبعا وانا اكتب هذه الروايه بشكل كبير ان الرقابه والخطوط الحمراء، ومثل ما كنا نذكر ان في يعني خطوط حمراء وهميه نوعا ما، اذكر ان من ضمن هي اكيد يعني في الذهن. من ضمن الامور على سبيل المثال، هل اذكر مسمى جهاز امن الدوله مثلا؟ ما سبق ان ذكر في اعمال ادبيه ولا حتى تلفزيونيا الا في البرامج الوثائقيه مثلا. فبدل ما اني احذفه من نفسي واضع رقابه يعني صارمه على نفسي، قلت انا بكتبه وببعثه للجهات الرقابيه، فاذا كان في اي راي او في خطوط حمراء تمنع ذكر هذا المسمى او الاحداث اللي ذكرتها كاحداث سياسيه او اشياء مرتبطه بالتنظيم في الروايه، راح تمنع من قبل الرقيب. لكن اكد لك ان تم تسليم الروايه الى المجلس الوطني للاعلام في الامارات اللي هو الجهه المخوله بالرقابه. لم تحذف اي كلمه من الروايه من النص اللي سلم الى المجلس الوطني للاعلام، ولا طبع ابدا ولا كلمه حذفت. ما طبع في الروايه وانتشر في معرض الكتاب في المكتبات هو نفسه اللي تم تسليمه للمسوده الرقابيه. فاعتقد ان الرقابه نوعا ما منفتحه نوعا ما بشكل كبير. والعمل فكرته جديده ويقدم صراحه شيء جديد يعني، وبعدين هو يؤرخ او يتعامل مع ما يمكن تسميته بخطر حقيقي يعني. يعني انت لما تتحدث عن الجماعات الحركيه وبهذا النفس الروائي، وانا اتصور هذا يعني ليس فقط لدوله الامارات، هو لكل دول المنطقه. نعم، انا اعتقد المجال صار يعني اوسع بشكل كبير. انا روايتي الثانيه يمكن ارتحت فيها اكثر كتابيا، لاني يعني صرت على ثقه ان هي داعشي اماراتي في داعش لاجل غيث، تتكلم عن اماراتي ينضم الى تنظيم داعش. هذه ايضا قادمه من هذه تتكي ايضا على اشياء واقعيه، على مجموعه قصص يعني واقعيه. طيب. لكن لما نقول قصه واقعيه ما نتكلم عن كتاب توثيقي لهذه القصه. نعم. نتكلم عن روايه مبنيه على احداث حقيقيه. طيب. يجب إضافة بعض النوع من الحبكة عليها ونوع من الأحداث السردية اللي تخليها رواية بعيدة عن التوثيق. طيب. الرسمي. خليني يعني في الرواية الأولى، التحول اللي صار اللي ساهم أيضا في انتشار الرواية، بما أنها كانت يمكن الرواية السياسية الأولى خليني أقول، ثم أصبحت بعد ذلك العمل الدرامي السياسي الأول، ويمكن العمل الدرامي السياسي الأول خليجيا يعني. في بعض الأعمال اللي تكلمت على فترة الغزو العراقي للكويت، في يعني اللي تكلمت عليها من زاوية تاريخية، من زاوية الأحداث أكثر من كونها تنظيم سياسي. أين أولا وشلون طلعت الفكرة، فكرة تحويل هذه الرواية الثقيلة ثقيلة على مستوى يعني بالمحتوى اللي فيها، يعني روايات الغرام هذه بسهولة يمكن تحويلها سواء لأفلام سينمائية أو لأعمال درامية. طيب وشلون طلعت فكرة تحويل هذا العمل الثقيل إلى أنه ممكن يكون عمل؟ هي الأمور كلها جت بالصدفة. أيه. يعني حتى كتابة الرواية أنا هذه أول تجربة روائية لي. أيه. لما اخترت الموضوع اخترت موضوع يعني حسيت انه ناقص على الساحه الادبيه في الامارات، بحكم مثل ما انت ذكرت يعني الجانب العاطفي والاجتماعي طاغي على الاعمال الادبيه. انا شخصيا يعني مبصر اني اقول لك اني انا ما اتابع الدراما لسنوات طويله يعني، فمش مهتم في بهذا المجال. كان هدفي اني اكتب عمل روائي ادبي. بعد نشر العمل تقريبا بحدود الأربع أشهر تم التواصل معي من قبل أولا أحد المنتجين العرب اللي لهم تعاون مع كذا تلفزيون في دول الخليج. منتج عربي لم يكن إماراتي يعني؟ لا منتج عربي لكنه مقيم في دولة الإمارات، وطرح فكرة تحويلها إلى عمل روائي في نفس الفترة. مسلسل. نعم. إلى مسلسل عفوا. في نفس الفترة تواصلوا معي الأخوة في تلفزيون أبوظبي بنفس المنطلق، كانت عندهم فكرة انها تحول الى عمل تلفزيوني. قعدت مع الطرفين
اخترت تلفزيون أبوظبي لعدة أسباب. أولاً جهة رسمية بحكم أن القضية سياسية تمس يعني الدولة، فلازم أنها تكون نوعاً ما جهة رسمية. الأمر الآخر أن تلفزيون مش شركة إنتاج، فنوعاً ما هناك نوع من الضمان أن العمل راح يمشي بسلاسة إلى أن يرى النور، بينما لما تتعامل مع شركة إنتاج منفصلة نوعاً ما هناك الكثير من الصعوبات اللي تحدث في موضوع الإعداد مثل هذا. وشركة الإنتاج حيكون عندها حساباتها، بينما التلفزيون الوطني حساباته في خدمة المحتوى، خدمة العمل وإيصال الرسالة. نعم. طيب مين اللي غير العمل؟ مين اللي غير المسمى وخلاه خيانة وطن؟ يعني شوف، أنا من البداية، من بداية الحديث على أنه رواية سيتم تحويلها، وأنا كنت متابع الخبر يعني نشرته الصحافة، أظن البيان، الاتحاد، الرؤية أيضا، بس حسيت صراحة أنه يعني ما عجبني لما تحول عنوان من ريتاج إلى خيانة وطن. حسيت عنوان هو حلو لكنه مباشر جدا. زين، ما هوشتهم أنت على؟ لا، نحن أولا كنا ما اختلفتوا على جزئية يعني. أنا يمكن معلومة بذكرها ما كانت مشهورة سابقا، أن لما اتفقت مع التلفزيون تم إيكال مهمة كتابة السيناريو إلى أحد الكتاب غير إسماعيل عبد الله، غير قبل الأستاذ إسماعيل عبد الله. أوكي، قبل إسماعيل. فبدأ يكتب، وكان هناك اقتراح من طرفه وكنت متفق وياه لتغيير اسم المسلسل، ما يكون مسمى الرواية، لأن المسمى ريتاج مناسب للرواية، لكن هنا احنا نتكلم عن المسلسل مبني على حدث بس يعني بشكل مباشر. يعني حتى في المسلسل قلبنا النهاية، خليناها قدام يعني في هذا، لكن تم بعد فترة تغيير الكاتب يعني وجود بعض الملاحظات على مستوى الكتابة، إذا صح التعبير، تم الاتفاق مع الأستاذ إسماعيل عبد الله، وبدينا يعني مع الأستاذ إسماعيل عبد الله، وبعدين تم إيكال مهمة الإنتاج للدكتور حبيب غلوم. كان هناك اتفاق على اختيار مسمى مختلف مباشر بشكل أكبر، أولاً لدواعي تسويقية، ثانياً لدواعي توعوية بشكل أكبر. يعني لا أتخيل أن حجم مشاهدة المسلسل بمسمى ريتاج راح يكون نفسه، أو على الأقل نقول حلقات الأولى قبل ما ينشر أن الموضوع سياسي أو مسلسل سياسي. فمسمى خيانة وطن أنا أعتقد أنه الأنسب للمسلسل، ومسمى ريتاج هو الأنسب للرواية. طيب مين اللي التقيتها في مطار دبي؟ ريتاج. احد، خلني اقول لك، احدى السيدات اللي تمثل ريتاج، لان في معلومه مهمه ان عندنا اكثر من ريتاج. يعني بعد المسلسل انا اقول لك صادفت مش اقل عن 3 سيدات كل واحده تقول لي اني انا ريتاج، مو بس اسمها ريتاج، لكنها تعرضت لنفس الموقف، كانت مرتبطه بشخص منتمي الى التنظيم، او والدتها منتمي الى التنظيم، 20 سنة معاه وهي ما تدري لما بدأت القضية. فلما نتكلم عن ريتاج، ريتاج يمكن ما تمثل شخصية واحدة، تمثل أكثر من شخصية، ونفس الأمر ينطبق على الشخصيات المختلفة الموجودة في المسلسل. يمكن من ضمن الأسئلة المشاكسة اللي كانت في وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصية فلان يقصدون فيها فلان، شخصية فلان يقصدون فيها فلان. هذا دائم يحدث في الأعمال الروائية اللي مرتبطة بالواقع. نعم، لهذا أنا كتبت، يمكن ما كنت أعلق خلال رمضان بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع الحلقة الأخيرة نشرت مقال في وسائل الإعلام عن توضيح هذه المسألة. نحن نتكلم عن 90 أكثر من 90 شخص، بينما المسلسل والرواية 10 أشخاص. الفكرة اللي نبغي نوصلها للجمهور أن نحن لا نستقصد الأشخاص، نحن نستقصد القضية. كل شخصية في الرواية أو في المسلسل يمثلون، كل شخصية تمثل على الأقل 10 أشخاص. نعم. في الواقع يعني مثلا نقول شخصية والد ريتاج اللي هو رئيس، يعني مثل ما نقول قائد الجماعة. له بعض المواقف في الرواية والمسلسل تمثل إحدى الشخصيات الموجودة في أو اللي قبض عليها، مواقف أخرى تمثل شخصية أخرى، أنه يحول مبالغ إلى مثلا بيت مؤجر في دولة عربية أخرى، أو يدعون أنه مؤجر لأشخاص آخرين. فهم كل شخصية عبارة عن تجميع لمواقف حقيقية، وليس المقصود فيها أشخاص معينين. نحن هدفنا التوعية بشأن القضية،
وليس التوعية بشأن فرد معين كان له يعني دور في هذه القضية. طيب يعني كتقييم أنت بالنسبة لك مين اللي انتصر، الرواية ولا المسلسل؟ هذا السؤال يمكن 20 مرة سألته. لأنه اسمه شوف، أنا أقول لك العمل ثقيل وتحويله إلى عمل درامي مهمة ثانية، وبالتأكيد أنه الأداء داخل الدراما وهناك دور محوري لكاتب السيناريو والحوار. فأنت كتمايز الآن، أنا أعتقد رأيي الشخصي أن الرواية تقارن برواية والمسلسل يقارن بمسلسل لعدة أسباب. أولاً أن فعل الرواية مختلف تماماً عن فعل مشاهدة التلفزيون. أنت لما تقرأ الرواية غالباً تكون بروحك، تتأمل في النص جيداً، تقدر ترجع في الأمور، تتخيل، تمارس فعل التخيل، والوسيلة القائمة هي اللغة، القراءة، اللغة فقط. بالضبط. بينما المسلسل الوضع مختلف تماماً. هذا بشكل عام دكتور، خلني أكمل لك النقطة. تكون أنت جالس في مجموعة غالباً، ما يكون لك مجال للتخيل، لأن كل شيء ظاهر عندك صوت وصورة، فما تتخيل مثلاً البيت اللي فيه بطل المسلسل موجود مشاهد. بينما أنت في القراءة يعني تقرأ وتحاول أنك تتخيل، وتحاول أنك يعني تخمن الأحداث وتحلل بشكل أكبر من مشاهدتك للتلفزيون. في النهاية هذه وسيلة وهذه وسيلة، هذا صحيح، صعب أن نقارن طيب بينهم. هذا كلام يعني هو صحيح على المستوى النظري، لكن أنت الرواية فيها رسالة ولا لا؟ والرواية فيها محتوى، والرواية لها فيها حتى خلني نقول موقف أخلاقي وموقف وطني. طيب المسلسل خدم هذه الرسالة؟ نعم، يعني بشكل كبير. أي خاصة أن نحن نتكلم عن يعني الفائدة الكبرى من تحويل الرواية للمسلسل هي الانتشار والوصول إلى جمهور أكبر. يعني عدد القراء في دولة الإمارات وفي المنطقة العربية بشكل عام عدد بسيط جدا مقارنة بمشاهدي الدراما، وخاصة في رمضان. فيعني لا يقارن الوضع، لكن أعتقد أن كل وسيلة أدت دورها في الوصول. في ناس يعني قرأوا الرواية ما شاهدوا المسلسل، في ناس شاهدوا المسلسل وما قرأوا الرواية، وفي ناس يعني قرأوا وشاهدوا المسلسل. اللي وده يعيش هذا المثال يشوف رواية The Girl with the Dragon Tattoo لما تحولت إلى فيلم وقبل تحول إلى فيلم، وأنا من اللي عاش التجربة يعني. لكن إذا يعني أو إن شاء الله وأنت يعني حتكون مستمرا في الكتابة الحين، هل سيرتبط في ذهنك أنه المناسب لكل رواية أن تكون رواية وأن تكون صالحة لتتحول لعمل تلفزيوني؟ لا أبدا، يعني ولا حتحطه في ذهنك يعني. أبدا، أنا أكتب رواية وأفضل حتى أن يعني يشار لي ككاتب رواية أكثر مما يشار لي أنه كمشارك درامي. مش كاتب درامي أنا في النهاية، ولا أنه يشار لي أن الشخص مرتبط بالدراما مثلا. أركز على موضوع الرواية، ومبكر الرواية تصلح أنها تحول إلى مسلسل. وهنا ما نتكلم عن جودة الرواية، في روايات رائعة وممتازة وجودتها عالية، لكن طريقتها وحبكتها وقصتها ما تنفع أنها تحور إلى مسلسل. والعكس صحيح أيضا، يعني في روايات سيئة لكن قصتها يعني ظريفة وممكنها تحول إلى مسلسل مشاهد. طيب إسماعيل عبد الله كاتب السيناريو والحوار كان يوريك ما يكتبوه ما قبل التنفيذ؟ شيء كبير أو مهم جدا عن تحويل أي رواية إلى مسلسل هو التناغم بين كاتب الرواية وكاتب السيناريو. مع الأستاذ إسماعيل عبد الله كان هناك تعاون كبير، نقاش كبير، يعني كانت عندنا اجتماعات إذا بنقول أسبوعية غير عن المكالمات اليومية. الكثير من التفاصيل يعني كان مثل ما نقول ياخذ رأيي فيها. السيناريو بشكل عام حلقة بحلقة كان يعرض علي قبل ما يبعث للمنتج وللتلفزيون. دخلت في الممثلين؟ ما كنت أتخيل في يوم من الأيام أني بتدخل، وما كان من ضمن مهامي أني أدخل. أنا كاتب رواية وأسلمهم الرواية وهم يحولونها إلى مسلسل، لكن اتدخلت. دخلت ما بتدخلت في الاختيار، اتدخلت في موضوع إلغاء اسم مثلا. عرضت الأسماء وما كان يعني لدور أني أختاره أني أعتمد مو بدوري هذا، لكن كان في اسم لي عليه ملاحظة
أن نحن نتكلم عن عمل وطني، فاعتقدت أن وجود مثل هذا الاسم راح يأثر نوعا ما سلبا أو راح يعني يسبب لنا بلبلة في وسائل التواصل الاجتماعي، فاقترحت ما أصريت اقترحت استبداله وتم هذا الأمر. يعني كيف طوعك في النهاية صاحب الرواية؟ لا لا مو إذا ما طوعك يعني أنا لو مكانك إذا ما طوعوني بقول لهم هو انتهت روايتي. طيب من أجل غيث، لأجل غيث عفوا، والعنوان التفريعي إماراتي في داعش. نعم. الحين الظاهر أنك مكمل أنت في هذا الخط روائيا ولا لا؟ مكمل نعم، ورواية الثالثة أيضا سياسية فيها. وش موضوعها الرواية؟ الرواية بعنوان هل من مزيد، تتكلم عن أول محاولة للإرهاب المسلح في دولة الإمارات. أول محاولة للقيام بعملية إرهابية مسلحة. متى مرصودة هذه؟ بأي تهدف؟ تم الحكم فيها العام الماضي 2016. طيب اللي هي جماعة شباب المنارة. شباب المنارة شهير أي. هل هذه الأعمال أيضا متوقع أنها تصير أعمال تلفزيونية؟ أنا يعني مبحث هذا الشيء في بالي، المجال مفتوح سواء لرواياتي أو أي روايات أخرى. أنا أعتقد يمكن غير عن الفائدة التوعوية لتحويل رواية ريتاج إلى مسلسل، كانت هناك فائدة لفتح أذهان المنتجين والقنوات التلفزيونية على المحتوى الروائي الإماراتي. ما نتكلم عن الروايات السياسية، لكن أي نوع من الروايات الأخرى أعتقد أنها صارت نظرة أشمل لاستخلاص بعض القصص من الروايات. من ضمن الأمور يعني نسمعها أن الرواية أو الدراما الخليجية صارت مشبعة بالقصص المكررة. طبعا. الأسماء المكررة، القصص طبعا. المكررة بنفس تكرار الممثلين. فهناك حاجة لقصص جديدة من أشخاص آخرين مبنية على روايات يعني رصينة نوعا ما بعيدة عن التهلهل اللي كانت تعيشه. طيب الدراما هو هذا توجه جديد أنا أتصور، يعني إذا ما حنقول على المستوى الخليجي خلنا نقول على المستوى الإمارات. طيب هذا ما تخشى أنه حيفتح الباب بكرة وستأتي أقلام أكثر خبرة يعني ربما وتواصل وتنطلق في هذا الخط في هذا النوع الجديد من المضامين؟ بالعكس هذا جميل جدا، يعني ليش التخوف؟ الساحة مفتوحة ومثل ما يقولون السماء تسع جميع النجوم. أتمنى أن يعني الشباب الإماراتيين توجهون إلى هذا التوجه، أتمنى أن أعمالنا الروائية تتطرق إلى قضايانا يعني السياسية وقضايانا الأمنية بشكل توعوي. أتمنى أن هذه الأعمال تحول إلى أعمال درامية. أنا يكفيني شرف يعني أول رواية سياسية وأول مسلسل سياسي، لكن المجال مفتوح، أتمنى أن هناك تكون أعمال سياسية أمنية سواء مبنية على روايات أو غير مبنية على روايات أيضا. والرواية الثانية متى ستصدر؟ الرواية الثانية صدرت اللي هي لأجل غيث 2015. الثالثة صدرت في نهاية 2016 قبل 4 شهور تقريبا خلال معرض الشارجة للكتاب. والرواية القادمة؟ حاليا أفكر يعني فترة تفكير لا كتابة عن فكرة معينة، وأتمنى أني ألحق أني أصدرها على نهاية السنة فإن لم يكن العام. طيب خلص الوقت يا دكتور، بس أنا عندي فضولة بسألك على شهادتك في الذكاء الصناعي. وش الذكاء الصناعي؟ الذكاء الصناعي يعني بشكل مبسط أنك تخلي الآلة تفكر مثل الإنسان، تتخذ قرارات. طيب يعني بدون ما ترجع لل تتخذ قرارات زي إيش؟ أعطيني مثال. أعطيك مثال، مثلا سوق الأسهم مثلا. التاجر والمحلل يحلل صعود الأسهم، هذا السهم متوقع لأنه يصعد وهذا ممكن ينزل. فالذكاء الاصطناعي ممكن يخلي الآلة أو الكمبيوتر هو اللي يقوم بهذا التحليل، هو اللي يفكر بالمنطق ويتخذ قرار أنه يشتري هذا السهم أو يبيع هذا السهم. أنا أتصور أنه اللي أنت تقول أنك تفكر فيه يعني ما يتعلق بالذكاء الصناعي قد يفتح لك باب لعمل رواية أيضا. ما شاء الله عليك. صحيح. مب بالضبط أنا اتطرقت لموضوع الذكاء الاصطناعي في رواية لأجل غيث. أي. بحكم أن الذكاء الاصطناعي تخيلت أنه يستخدم في تحليل الأحداث السياسية وتوقع الأحداث السياسية.
لكن الذكاء الاصطناعي يستخدم في جميع المجالات. طيب خلص الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. الحمادي الكاتب والروائي الإماراتي، شكرا جزيلا لك ولتشريفك ولاستجابتك، وسنظل نواصل ونتابع هذا التوجه الجديد حقيقة في الكتابة الروائية، اللي أنا أستطيع القول أنه أنت يعني أطلقت أو بدأت في الإمارات، ولعله يجد مساحة كبرى لينطلق فيها خليجيا، خاصة أنه زي هذه الأحداث ليست أحداث خاصة بالإمارات وإنما مرت بجميع دول المنطقة. فشكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا. ضيف حلقة هذا الأسبوع الدكتور حمد الحمادي الكاتب والروائي الإماراتي. الأسبوع القادم الخميس القادم حلقة جديدة من المواجهة. إلى اللقاء.